فبالتالي محقنا نستافدوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاننا مخاطين فيه. كاين بعض المهنيين ديالنا للاسف الشديد اللي كيشتغلوا بشكل موسمي ولحد الساعه ما استافدوا حتى شي حاجه وكيعانيوا في صمت وسط حالات ماساويه. كنشوفوا ان الجهات الوصيه تشتغل لصالح شركات كبرى كالابناض، فهل يعقل يديروا لنا غولونس قرض فوق قرض؟ واش عمر كان القرض للدعم للنهوض بهذه المقاولات؟ ما يمكنش نهضوا بالمقاولات بدون دعم حقيقي. اذا القرض لا يمكن ان نتكلم عن القرض بانه دعم، القرض ليس بدعم، انما القرض هو يدعم فقط الشركات الكبرى كالابناك والمؤسسات البنكيه والمؤسسات القروض. اذا نحن هنا اليوم نطالب بفتح ابواب الحوار الجاد والهادف والبناء. اذا لكي لا اطيل، جل النقط اللي احنا اليوم من اجلها احنا رسمنا الجهات المعنيه. للاسف الشديد مازال لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش تنزيل حقيقي. التوجهات كيف قلت سابقا، التوجهات ديال صاحب الجلاله وديال الشعب المغربي عامه. اذا احنا اليوم هنا، اليوم اللي هو 13 غشت 2020، نزلنا الشريح في اضراب مفتوح من اجل المصلحه ديال الوطن ومن اجل التوجهات الساميه ديال صاحب الجلاله. من اجل هذا نحن هنا وسنبقى هنا، الى ما تداش معنا الحل وما تحلات ابواب الحوار غادي نضطروا نهبطوا حنا والعائلات ديالنا هنايا. حنا كنقولوا اليوم هالمركبات ديالنا هما دو حاطينهم قدام البوابات السيد الوالي اللي ما بغاش يحل باب الحوار ويتناقش معنا. اذا احنا جبنا لدى السيد الوالي المركبات ديالنا وجبنا واحد القله، واحد الاقليه، واحد الفئه قليله من المهنيين ديالنا لان الظرفيه ما كتسمحش باش نديروا التجمعات. لهذ الاسباب جبنا واحد الفئه قليله اليوم وكنطالبوا منك باش فاسح باش تفتحوا معنا باب الحوار الجاد والهادف والبناء. والا ما كانش فتح حقيقي الحوار، اذا نضطروا نزلوا حنا والعائلات ديالنا. اذا قبل ما نوصلوا لهذا الشيء هذا افتحوا باب الحوار. والسلام عليكم ورحمه الله. الظروف ديالنا هي عندنا الوكالات، الوكالات القطاع السياحي مشات لفلسات، ماشي مشات للفلاس، فلسات ولا لا 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 نظرة ولا دعم في المشاكل هذه. حنا غاديين للإفلاس، حنا ولادنا ما لقينا ما نوكلوهم. حنا السيارات هادو غادي ساعة كيسكرنا على الكريدي، غادي يديوهم لنا، حنا غاديين للإفلاس. واش حنا ما لقيناش باش نخلصوا الكرا، ولادنا ما لقينا باش نوكلوهم، وما مازال مازال واقفين ضدنا هاد الناس ديال الكريديات الابناك. الله من هذا منكار، الناس الابناك ما بغاوش يرحمونا. حنا كنطلبوا من الدوله كما الله وعسى تساعدنا وتشوف من حالنا. حنا هذا القطاع السياحي راه هو اللي هز المدينه فاس، لان السياحه هي اللي هزه فاس. شكرا السلام عليكم. واحد 30 ثانية بس هذه خلينا نسولك، استاذ شفنا كبيرة كدوي بحرقة. فين وصلت الحالة ديالكم؟ الحالة ديالنا وصلت للضايع، التشريد دابا، رحنا نتشردو، مبقناش غنخرجو للشارع، حنا وولادنا نسعاو. حنا راه عندنا راه غادي من شهر ثلاثة ما خدمنا. ديجا بعد 2019 داز التالي ديال داز الخدمة ميسة، كنا تنتظرو باش تجي هاد 2000 هاد لا سيزون ديال 2020 من مارس الماي
من مارس الماي الساعه هادي وقفتنا بهذه الجائحه ديال كوفيد 19 وبقينا مبيطلين. درنا الحجز بقينا جالسين 14 وحنا جالسين شادين علينا الى يومنا هذا. شو شحال هذه من خلال هذه الوقفه؟ شنو الرساله اللي بغيتي توجهوا؟ الرساله اللي بغينا نوجهها هو هي يشوفوا لنا الحل ديال هذا الشيء اللي حنا اللي عندنا الوكاله تاهما في طريقه الافلاس والابناك ما تبغي تاخذ من عندهم شي حاجه باش ديباني على ما يتحل المشكل. ما تيبغوش يعطيوك الكريدي تيقول لك خصك تكون تدخل واحد 60000 درهم عاد باش نعطيوك حنا الكريدي. واش انايا ندخل 60000 درهم في الشهر غادي نجي نقول لك عطيني الكريدي باش دير لي زونتيري معايا؟ وهاد الدوله تتقول لك تدعم هاد المقاولات الصغرى وما شفنا والو. تيقول لك غتعطيوك شوف دافير يعطيوك 10% على شوف دافير. ولما دوك عطينا يدينا على حساب غير الشركات الكبار اللي عندهم شيف دافير كبير. انا عندي مثلا تندير شيف دافير مثلا كاع 100000 درهم شحال غادي ناخذ في هاد 100000 درهم 10% شحال غادي ناخذ؟ يلا شنو غادي دير لي 10000؟ باختصار شنو الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا هما يشوفوا من حالنا راه حنا ضايعين وماشي الدوله ماشي الموظفين وجو تعيطوا له كلهم تيقبطوا الشهريه ديالهم وحنا نبقاو جالسين ضايعين. اللي موظف ما عنده غرض والابناء تزيد علينا وكل شيء. هنا خذونا باش نعيشوا يجيو يديو هاد الشركات يسيروهم هما يعطيونا حنا غير باش نعيشوا يلا باش نعيشوا ولادنا. يديو هاد الشركات هما يسيروهم ويعطيونا حنا الشري باش نصرفوا على ولادنا. انا عندي البنت راه مليوحه في المركب ما بغات خصها الانعاش راه لايحينها تما في سميتو في 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 غير في الهول لايحينها ما دخلوهالناش للانعاش. يلا ما جات حتى شي واحد يشوف فيها ورا تخصها الدواء شنو راه غادي تموت يا باش غنصرف عليها. سمي عندك المقاولة سمي عندك المقاولة. عندي ثلاثة ديال الأولاد ليسونسيب الجامعة حتى واحد ما خدام فيهم ولادنا ما تيخدموش. يلا أنا عندي ستة ديال الأولاد ثلاثة ليسونسي حتى واحد ما خدام فيهم والآخرين والثلاثة الآخرين مازال تيقراو في طريق الإنشاس. واحد برنامج اللي تيقبض لك الزبابل ديال الفلوس ويزيدها ويزيدها بالتقاعد من الفوق وحنايا نبقاو جالسين تنضيعوا. وديونا ساليو معانا.